السلام عليكم اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا كنهضر الاصدقاء بشويه لحقاش راه كلشي مازال ناعس، غادي تقريبا شي الوحده ونص ديال الليل. يلا غادي نوجد ريوصلي ان شاء الله باش غادي نمشيو للمغرب. حيت كنهضر بشويه ما بغيتش نصدعهم. انا الاول فقط دابا حاليا كيف عارفين لويز واميره ما مشوش للمغرب تقريبا هذه اكثر من عامين ونص، زائد ليلى عمرها مشات للمغرب، يعني مازال ما شافتش العائله ديالي من غير الوالد وخويا الكبير وخويا الصغير اللي كانوا جاو عندي هنا. دابا حاليا الاصدقاء غادي نمشي للفياق من بعد هما الاولين ونوجد ريوصلنا ان شاء الله، عاد غادي نتحركوا للمطار. والويس نعم انت شنو العجب هذا داير فراسك؟ كيلي ماي هي. شنو هو؟ كيلي ماي هي. قال لك هذا زعما غادي بوكلي لها شعره، هذا العجب هذا غادي يدير هذا الشيء. ولا شكل بحال داك الشيء ديال الفراعنه. افاقت مقلوبه الاصدقاء. عيانه. عرفت شحال الساعه دابا؟ مات. جوج لارو. جوج قريبة الجوج. الله يربي الله. الله يربي الله. نمشيو. أنا بلاتي فرحانة نمشيو للمغرب. I will be when we go there because I hate airports. قالت لك غادا تكون فرحانة ملي غادا تكون تما في المغرب حيت ما كتحملش المطار. راه الصراحة الستريس ديال المطار راه صعيب بزاف الأصدقاء. Not long. دابا هاد العجب هذا غادي يبوكلي لك الشعر. I'm gonna take it off after. I'll show you. You'll see. دابا نشوفو قالت لك دابا تورين and you'll say wow. قالت لك ما نقول واو. دابا نشوفو صافي يلا. Either I wear this cost me £1 or you pay for me to go to the hairdressers, pick one. قالت لك اللهم دير هذا غادي كيساوي تقريبا 12 درهم ولا نخلص عليها تمشي للصالون وغادي شحال الصالون؟ About £60. بحال قلت تقريبا واحد 800 درهم بحال هكا ولا 750 درهم. Up to you. اللهم اختي هذا صافي. هذا ب 12 يلا اسكت. انا ساكت صافي. يلا نمشيو. يلا. باي باي. وصلنا الأصدقاء دابا المطار ديال المغرب. يلا دابا غادي خارجين إن شاء الله. داز كلشي على خير وبخير الحمد لله. واحد الحاجة الأصدقاء ما صورتهاش وما ما نقدرش نصورها أصلا. لويزا بدات كتبكي قلت لها مالك؟ شد هذاك الحنين ديال المغرب حتى راه كيف قلت لكم أنا في الأول ديال الفيديو راه أكثر من عامين ونص ما جات. مع وصلنا دابا هنايا مسكينة بدات كتبكي. قلت لها مالك؟ قالت لي توحشت المغرب. قالت لي جاتني شي حاجة غريبة. سبحان الله العظيم المغرب راه ولا في الأصدقاء. بون الاصدقاء راه الاخ ديالي ولي جا عندي خويا الكبير قلتو عليه. مصطفى السلام عليكم ومرحبا بك عبد الجليل. الله يحفظك. مرحبا الله فيك. الله كبير هذا بارك الله فيك. انت ولا وليداتك ولا لويس الله يحفظك ونهار كبير اخويا هذا. مرحبا الله ينورك. الله يحفظك. المهم الاصدقاء راه يلاه وصلني خويا ولكن باقي ما مشيتش عند الدار ديال الوالديه. جيت قلت نحط من الاحسن نحط الباكاج ونبدلو لحقاش راه واحد الحراره الاصدقاء وتا البنيات تكرفسوا.
غادي ندوز شويه تما بالزربه لحقاش راكم عارفين وليدات صغار عاوتاني خصك قوي ياكلوا برا ومسائل بحال هكا كيرونوا حالتهم. جاتني تلويزة قالت من الاحسن تبدل ليهم هنايا في الدار عاد دابا ان شاء الله عاد غادي نتحركوا عند الوالدين نشوفوها. المهم الاصدقاء راه ان شاء الله دابا يلا غادي نتحركوا باش غادي نمشيو نشوفوا الوالده ونشوفوا العائله كاملين باش غادي نشوفوا اول مره ليله كيف قلت لكم. ان شاء الله خليكم معنا ونتلاقاو تما ان شاء الله. تخلعات ليلى السلام عليكم خوتي خواتاتي اشخباركم كيف دايرين؟ غير كلاباس عليكم هانيين كلكم مزيان الحمد لله. والله الا توحشتكم كنشوفكم عام على المناسبات. واليوم راه تبارك الله نشا ولدي عبد الشنين هو ولويز وليلى اول مره مسكينه كتجي لعندنا راه عزيزه وغاليه بنتي وانا مباركه بها وفرحنا بزاف الحمد لله. كنا نشوفها في الكريشه هي جاتنا كبيره تبارك الله الحمد لله. الله يخليكم وليداتكم وعزت عليكم وراني توحشتكم راكم غاليين في القلب وعزاز الله يطول لي في عمركم اخوت. ايوا لويز مرحبا بيك توحشناك لقيتي جيتي عندنا من شحال هذا كل ما تولدي ليلى من تما لقيتي جيتي جبتي معاك ليلى. ايوا هذه هذا هو النهار في عبد الله الزوين. اي واش كتعاودي في راس حياتك لاباس عليك لاباس دايره العائله ماماك باباك جدودك كلشي لاباس الحمد لله. ايوا كيف جات ديك الماكله اللي قلتي لي ليا زوينه بالصحه والراحه صحتك جات لي مسكينه حمري لي الدجاج ودير لي الشلاضه ودير لي العصير مغربي وكلشي يكون مغربي وغنصوت لهم الله سالينا الغدا تمام لي الخير الخير في دياركم. راه حق راه ملي وصلنا للمغرب مع نزلنا من الطياره بدات كتبكي علاش؟ توحشات المغرب. وراه حتى هي تعطلات قالت لك راه عامين ونص. عامين ونص ما شاء الله جات لنا ليله كتمشي تبارك الله. توحشتي يا ام لويز؟ ضروري ضروري. شكون اللي توحشتي بزاف هنا؟ كلشي قالت لك كلشي توحشات كلشي دارت الخاطر لكل شيء. الله يحفظك يا لويز الله يحفظ حياتك بنيتي انا عارف. ولكن بلاتي ها شكون اللي عزيز عليك هنا بزاف يا فيفورت شكون هو؟ شكون؟ ماما. قالت لك ماما قلت لها شكون هو اللي عز عليك؟ انت اعز وحده. شكرا شكرا. انا عزيزه عليا لويز بزاف والله الا عزه عليا ما شاء الله الله يحفظ حياتك بنيتي ونحمد الله ونشكره بها غاليه ليا في ولدي والله القاسم ما ليا ليا في ولدي لا من الحياب ولا من الاحترام ولا من كل شيء فيها ما شاء الله عليها زوجة عظيمة عطاها ليا الله مبارك فيها ريحاني من ولدي واخا الحمد لله ولدي في الغربة والله ما حاسبها مغرب والله مع لويز ما حاسبهاش ولدي مغرب الله القاسم كل شيء مجتهد وكل شيء موفر عليه وكل شيء كنشوف داك الشيء بعينيا كيدير لي ولدي ابي الفيديو كنشوف كل شيء بعينيا الله يعطيها مسكينة صحيحتها والله يخلي ليها بنياتها. قولي امين. قالت امين. هي مشغولة قالت يعطيني فرصة باش تقول امين صافي ما تقولهاش. شغولة. صافي. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله وانتم المشاهدين والله القاسم الا توحشتكم. انا ملي كيقول يا ولدي راه غادي تجي المغرب كطيحوا انتم في بالي. انا قلت انا اللي توحشت المشاهدين المتتبعين ديالنا كنشوفها مع ابا عبد الشهيد اللي كيجي الله يعطيكم صحيحتكم والله يخلي لكم ما عزت عليكم وكنشكركم بزاف بزاف والله القاسم راكم خوتي وعائلتي شكرا لكم. Thank you.